السلام عليكم. بعض المعلومات عن فلسطين. اسم فلسطين هو نزهة مشتق في اختراق الآفاق، وعاصمتها القدس الشريف، وتعتبر مدن فلسطين من أقدم المدن في التاريخ كمدينة أريحة وغيرها. تقع فلسطين في موقع استراتيجي بين مصر ولبنان والأردن وسوريا، وتعتبر أرض الرسالات ومهد الحضارات الإنسانية، وأقدم شعب سكن فلسطين هم الكنعانيون. تعتبر غزة من أكثر المناطق كثافة في العالم، وتمتلك فلسطين عدة مناطق خصبة، أهمها المروج الشمالية بين جبال الجليل وبعض المروج في وسط البلاد، وتعتمد في غالب الأحيان على مياه الأمطار. وتعتبر بحيرة طبرية أهم وأكثر مصادر المياه الطبيعية للشرب والري في المنطقة. وتوجد في الضفة الغربية 48 محمية طبيعية، ويعتبر التعداد السكاني لفلسطين حوالي 11 مليون نسمة، أكثر من النصف يعيش كلاجئ خارج حدود فلسطين. وتمتد مساحتها حوالي 26,990,000 كيلومتر مربع، تتفرق على الضفة الغربية وغزة والمناطق المحتلة. اللغة الرسمية هي العربية والعبرية في الجانب الآخر. العملة في فلسطين هي الدينار الأردني والدولار الأمريكي والشيكل. تشكل الثقافة في فلسطين جزءا لا يتجزأ من هوية الشعب الفلسطيني على مر التاريخ والعصور. وتعد القدس وحيفا ويافا من أهم المراكز الثقافية الفلسطينية، خاصة قبل نكبة عام 1948. وتعتبر فلسطين من أكثر الدول قراءة في العالم، بحيث يوجد بها عدد ضئيل من الأميين. وتعد فلسطين من المناطق السياحية الهامة في المشرق العربي لكثرة الأماكن السياحية التي توجد بها، مثل الآثارات والمتاحف وغيرها. يبلغ عدد المحافظات في فلسطين 16 محافظة، 11 في الضفة الغربية و5 في غزة العزة. وتعتبر فلسطين بلد الأنبياء، مثل إبراهيم عليه السلام ومريم عليها السلام وغيرهما. وتعتبر فلسطين هي أرض المحشر والمنشر ومسرى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه بعض من المعلومات عن فلسطين، إن كانت قد أفادتكم فلا تبخلوا علينا باشتراك وإعجاب لنستمر بنشر المزيد، وشكراً.